السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ معا المحاضرة الثالثة وننتقل فيها إلى الحديث عن نظريات النمو والتنمية. والمرجع الأساسي للمحاضرة هو الفصل الثالث من كتاب التنمية الاقتصادية لميشيل تودور. طبعا أهم المحاور الأساسية إن شاء الله في المحاضرة، أولا هنتكلم عن التكوين الرأسمالي ودوره في النمو الاقتصادي، التحول والتغيير الهيكلي، رأس المال البشري، وأخيرا التكنولوجيا والتقدم التكنولوجي. هنبدأ بأولى النظريات، وهي النظريات التي أرجعت النمو الاقتصادي إلى التراكم الرأسمالي. وتشير هذه النظريات إلى أن أساس النمو هو استثمار المدخرات، ومن ثم زيادة معدلات التراكم الرأسمالي. ويأتي على رأس تلك النظريات النظرية الكلاسيكية، وطبعا دي بترجع لمجموعة من الاقتصاديين الكلاسيكيين على رأسهم آدم سميث وديفيد ريكاردو وتوماس روبرت مالتس. ترى النظرية الكلاسيكية أن النمو الاقتصادي يتوقف على التراكم الرأسمالي مع التخصص وتقسيم العمل في ظل حرية الأسواق، أي أننا نستطيع أن نقول أن النظرية الكلاسيكية تحدد النمو الاقتصادي بمدى قدرة الاقتصاد على تكوين رأس المال، وذلك في ظل افتراض الحرية الاقتصادية التي أكدت عليها النظرية الكلاسيكية. ولكن ينبغي هنا أن نشير إلى أنه في ظل افتراض تناقص العوائد على رأس المال وفقا للنظرية الكلاسيكية، فقد توقع الاقتصاديون الكلاسيكيون أن يصل الاقتصاد إلى مرحلة الثبات في النمو في الأجل الطويل، أو ما تسمى steady state of growth. ثم ننتقل إلى نموذج هارد دومر لكل من الاقتصاديين هارد ودومر. ووفقا لهذا النموذج، فإن معدل النمو الاقتصادي يتوقف على كل من معدل الادخار المحلي ومعامل رأس المال إلى الناتج. وهنا يمكن أن نشير إلى النموذج كالتالي: معدل النمو الاقتصادي يساوي التغير في واي على واي، أي التغير في رأس في الناتج المحلي الإجمالي، يساوي معدل الادخار وهو اس مقسوما على معامل رأس المال إلى الناتج كي. وكي هنا أو معامل رأس المال إلى الناتج يشير إلى عدد الوحدات اللازمة من رأس المال لزيادة الناتج بمقدار وحدة واحدة. وبالتالي فإنه وفقا لنموذج هارولد دومر، فإن النمو الاقتصادي يزيد في حالة زيادة معدل الادخار المحلي، أو في حالة انخفاض معامل رأس المال إلى الناتج. وننتقل بعد ذلك إلى نظريات التحول والتغيير الهيكلي، حيث تشير تلك النظريات إلى أن تحقيق النمو والتنمية يرتبط بإحداث تغييرات في هيكل الاقتصاد القومي. وعلى رأس تلك النظريات نظرية مراحل النمو لأرسطو، حيث يرى أرسطو أن النمو يتطلب مرور الاقتصاد بعدد من المراحل المتتالية، وهي المجتمع التقليدي، ثم الاستعداد للانطلاق، ثم الانطلاق، ثم النضج الاقتصادي، وأخيرا مرحلة الاستهلاك الوفير. نظرية فائض العمل، حيث أشار لويس في خمسينيات القرن العشرين إلى انتقال فائض العمالة من القطاع الزراعي بالريف إلى القطاع الصناعي بالحضر، مما يسهم في زيادة إنتاجية كلا القطاعين، حيث أن فائض العمالة بالقطاع الزراعي يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية بالقطاع الزراعي في الأساس، والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى صفر. ننتقل بعد هذا إلى النظريات التي أشارت إلى رأس المال البشري. ومن أهم تلك النظريات نظرية شومبيتر، حيث يرى جوزيف شومبيتر أن المنظم أي الأنتربرونور يلعب الدور الأساسي والمحوري في تحقيق النمو من خلال توجهه نحو الابتكار، ومن ثم ظهور سلع جديدة مبتكرة في ظل نتيجة أو كنتيجة لعملية التدمير الإبداعي أي creative destruction. أي أنه وفقا لهذه النظرية تظهر بعض السلع الجديدة من جانب المستثمرين كنتيجة للاستثمار فيها وفي ظل التوجه نحو الابتكار، وعلى الجانب الآخر تفي بعض السلع القديمة. ومن هنا فإن الابتكار يحدث النمو الاقتصادي. نظرية لوكاس، حيث يرى لوكاس أن رأس المال البشري يتسم بآثار أو وفرات خارجية إيجابية positive externalities
وأن هذه الآثار الخارجية الإيجابية سوف تمنع الوصول إلى مرحلة الثبات في النمو أي steady state of growth التي كان قد أشار إليها كلاسيك من قبل. وأخيرا ننتقل إلى التكنولوجيا والتقدم التكنولوجي ودوره في النمو والتنمية. يرجع النمو وفقا لتلك النظريات إلى التقدم التكنولوجي، ويأتي على رأس تلك النظريات النظرية النيوكلاسيكية أي نموذج سولو، حيث أشار نموذج سولو والذي ظهر في عام 1956 على أن أساس النمو الاقتصادي هو التقدم التكنولوجي، والذي يرجع بدوره إلى عوامل خارجية exogenous. فإذا ما نظرنا إلى النموذج، وهذا هو مختصر نموذج سولو، نرى أن الناتج هو دالة في كل من رأس المال البشري، رأس المال المادي K، والعمل labor، رأس المال المادي K هو physical capital وعنصر العمل labor. وبالتالي فإن قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو الاقتصادي في الأجل الطويل في ظل تناقص العوائد على رأس المال إنما ترجع بالأساس إلى عوامل خارجية أي التقدم التكنولوجي. ويعني هنا سولو بالعوامل الخارجية عدم قدرة النموذج أي رأس المال المادي أو عنصر العمل على تفسير السبب وراء حدوث التكنولوجيا. على الجانب الآخر نجد أن النظرية الحديثة في النمو نموذج رومر، وجد نموذج رومر الذي ظهر في عام 1990 أن أساس النمو الاقتصادي هو التقدم التكنولوجي أيضا، ولكن في هذه الحالة فإن التقدم التكنولوجي يمكن تفسيره من خلال النموذج الاقتصادي أي يمكن إرجاعه إلى عوامل داخلية endogenous مثل الاستثمار في البحث والتطوير والتعليم. وعلى هذا فإن نموذج رومر يشير إلى أهمية تدخل الدولة ودور الدولة في الاستثمار في التعليم وتنمية رأس المال البشري، والذي يسهم بدوره في التقدم التكنولوجي ومن ثم تحقيق النمو واستمراريته واستدامته في الأجل الطويل. وشكرا لكم.